ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، يخجل منك ويعترف بخطئه إذا أحسنت إليه وأمرته بمعروفك، فإنه يخجل ويعتذر إليك ويصبح صديقا لك بعد أن كان عدوا لك بسبب الإحسان إليه والعفو عنه. ولكن هذه خصلة لا يوفق لها إلا من وفقه الله، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. هذه خصلة ليست سهلة، إنك تقابل الإساءة بالإحسان وتقابل السوء بالمعروف، هذه خصلة صعبة، هذا خلق النبي صلى الله عليه وسلم كما أمره الله جل وعلا به، تخلق بذلك عليه الصلاة والسلام، كان يحسن إلى من أساء إليه ويتألفه ولا يؤاخذه حتى يكسبه. أما إذا طاولته، إذا طاولته ونزلت معه إلى هذا المستوى، فإنه يزيد شره عليك. نعم.